والناس الشهوانين لا يعشق الا ايه؟ الا الحس. لازم اشوف بنت جميل وحلو كذا عشان يعشقها. بدليل هذه بين قوسين، هذه ملاحظه مهمه، هذه بدليل للاسف الشديد قل ان تجد بشرا من البشر الا وهو يبخع ويخشى امام الجمال الحسي، صح؟ وممكن يتعبد في محرابه. في زلمه شيخ كبير، مره انا قرات عند وارد جيبن المؤرخ الانجليزي العظيم، صاحب الطف تاريخ واعظم تاريخ للامبراطوريه الرومانيه، اسمه ذا فول اند ديكلاين اوف رومان امباير، يعني سقوط وانحدار الامبراطوريه الرومانيه في 6 أجزاء. المهم كان مره ركب في القطار، فمرت فتاه قال لك فلقت قمر، فقام السياسي والمؤرخ والكاتب الاديب العظيم ادوارد جيبن وركع على ركبتيه، اسمحي لي قال لها ان اؤدي تحيه عباديه طقوسيه لهذا الجمال البائر يا سيدتي. زلمه كبير في السن، معظم البشر يبخع مباشره بل يتعبد للجمال الحسي. سؤالي انا، ولما لا نبخع ونتعبد لجمال الحقيقه؟ لما يظهر الحق في شيء ولا يهمني لا ابوي ولا امي ولا سنه ولا شيعه ولا الدنيا كلها، ساقول به لانه هالحقيقه، الحقيقه اجمل شيء في الوجود، اجمل من اي امراه، اجمل من حور العين، والله العظيم حقيقه، هذا الحق وهذا الباطل، ساقول بالحقيقه لانني انسان سليم الفطره، عاشق، انسان عندي احساس، عندي عاطفه، انا بشر، انا ابن ادم الحقيقي، وارث ادم، انا وارث ادم. لما تظهر الحقيقه ساتعبد في محرابها مهما حصل، وساكون اشعر بنشوه العشق، عشق الحقيقه. لكن للاسف معظم الناس اشبه بالبهائم، يعشقون الحس ولا يعشقون المعنى، ولا يعشقون لانهم اشباه البهائم، حتى وان كانوا في صور مشائخ وعلماء ومفكرين اشباه البهائم. لا يعشق الحقيقه، لا يبخع لها، يكابر عليها، لا، لازم نعشق الحقيقه. فتعشق الحمد حين تقراه، حين تعرفه، تعشقه حقا، فلا تظلمه، بالعكس، بل تنصره.